حضراتكم تشكيل النادي الاهلي اللي هتبتدي المباراه اليوم. في حراسه المرمى حازم جمال، خط الظهر اسلام عبد الله، معتز محمد، محمود لبيب، في الوسط ابراهيم عادل، احمد وحيد، يوسف عفيفي، وفي الامام عبد الرحمن فارس ومحمد رضا وهشام مصطفى، وفي الهجوم محمد زعلوك. ده تشكيل النادي الاهلي اللي هيبتدي في مباراه اليوم. اقول لحضرات زي ما احنا شايفينه قدام حضراتكم في حراسه المرمى حازم جمال، خط الظهر النهارده الكابتن عبد الحميد حسن بيلعب بطريقه مختلفه، يعني 3 3 3 1 يعني. في حراسه المرمى حازم جمال، محمود لبيب، معتز محمد، اسلام عبد الله، في الوسط يوسف عفيفي واحمد وحيد وابراهيم عادل، قدامهم عبد الرحمن فارس، وفي الامام هشام مصطفى ومحمد رضا، وفي الهجوم محمد زعلو. ده تشكيل النادي الاهلي. كابتن شكري ليك تعليق على تشكيل النادي الاهلي الطريقه اليوم النهارده؟ لا يمكن لسه هنشوف طبعا على الورق كده زي ما حضرتك اتكلمت، بيلعبوا 3 3 3 1، لكن زي ما انت عارف ممكن الادوار في طريقه اللعب ممكن جوه الملعب بتختلف. تمام. على حسب، ممكن في ادوار مثلا هجوميه من جنب معين فالناحيه الثانيه ممكن في لعيب يقف، فدي هنشوفه النهارده. لكن انا شايف التشكيل، شايف المتابعه يعني الفتره اللي فاتت ان التشكيل مناسب جدا، وفي لعيبه عندها خبرات زي زعلوك، يمكن لعب مع الفريق الاول قبل كده، لعب مع ارتور مودرن سبورت قبل كده يعني. بالظبط. فكمان فرقه مبشره يعني، من متابعتنا ليهم هي فرقه مبشره، فان شاء الله نتمنى النهارده نشوف ان شاء الله اداء ونتيجه زي مباراه امبارح، ويبقى ان شاء الله الامل كلها مكسب وسعاده ان شاء الله باذن الله. تبقى فرصه. طيب نروح لتشكيل طلاع الجيش. في حراسه المرمى فتحي مصطفى، خط الظهر ابو النور رمضان، محمد وائل، مؤمن محمود، ويوسف مصطفى، في الوسط مصطفى محمد وعبد الله محمود، والثلاثي او الرباعي الامامي يوسف وجيه واياد وليد وفارس حاتم وصلاح سامح. ده تشكيل طلائع الجيش لمواجهه النادي الاهلي اليوم.